واجه المنتخب المصري خصمه منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم الخميس، بعد أن حققت السنغال التأهل إلى النهائي في وقت سابق. ونقل التلفزيون الجزائري كامل مجريات مباراة منتخب مصر أمام منتخب الكاميرون بأفضل جودة وبتعليق المعلق الجزائري وليد فرحاني. وتابعت معظم الجماهير الجزائرية والمصرية مباراة منتخب بلادها أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا عبر شاشة القناة الأرضية الجزائرية. وعبرت الجماهير المصرية والصحف المصرية كذلك عن شكرها الكبير للتلفزيون الجزائري عن هذا البث الرائع لمباراة النصف النهائي بين منتخبي مصر والكاميرون. وتكفل التلفزيون الجزائري بنقل هذه القمة الإفريقية بين منتخب مصر الشقيق ومنتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. يذكر أن التلفزيون الجزائري قد حقق رقما تاريخيا في عدد المشاهدين الذين يتابعون في المباراة النصف النهائية، ووصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 80 مليون متفرج في اللحظات الأولى من المباراة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.